لعبة البايرن افتكرت حاجة ما قلتلكيش عليها. أنا وحشتني المناقشات دي. افتكرت حاجة مهمة جدا واحنا بنتكلم على بايرن ميونخ، صفقة من الصفقات المهمة جدا اللي حسمها ليفربول، تياجو الكانتارا. واحد ما حدش يقدر طبعا، لاعب يعني صاحب سي في محترم جدا، لعب لأندية زي برشلونة وزي باير يعني أبطال أوروبا، لاعب دولي في منتخب أسبانيا اللي خد بطولة العالم، رايح الريدز اللي هو برضه بطل اوروبا. قيمه الصفقه كام يا ساره؟ كام؟ 10 مليون يورو. وده الحقيقه سؤال مهم، يعني لو ممكن نشرك جمهور النادي الاهلي معانا، لو حضراتكم معاكم 10 مليون دولار مثلا، هتعملوا مطلوب منكم تختاروا صفقه تنتقل لنادي الاهلي في ميزانيه ال 10 مليون دولار دول، ممكن تختاروا مين؟ ممكن تعملوا ايه بقيمة 10 مليون دولار، أو تشتروا لعيب مواصفاته إيه بقيمة 10 مليون دولار دول؟ بالمناسبة وإحنا بنتكلم على ليفربول، مينا مينو جناح ليفربول اللي جالهم من سالزبورج على ما أتذكر، ريد بول سالزبورج مظبوط، اتنقل من سالزبورج لليفربول ب 8.5 مليون يورو. الأرقام دي محتاجة حضراتكم تجيبوا آلة حاسبة كده وتحولوها وتقدروا تعرفوا حجم صفقات للعيبة بين العيار التقيل، بتلعب في أقوى مسابقات في أوروبا، بتلعب في أقوى أندية في أوروبا، كلفت الأندية دي قد إيه؟ وأعتقد إنه بين السطور هيكون في إجابات كتيرة جدا. كلام غير مباشر ده. طب عايز تجاوب على السؤال اللي أنت قلته؟ لا ده أنا عايز الناس هي اللي تجاوب. أنا طب أنا عايز أعرف إجابتك. مساحة لل يعني أنا أقدر أجيب تياجو ألكانتارا للأهلي، هجيب تياجو ألكانتارا طبعًا. ومينو طبعًا. مينو الحقيقة لعيب يمكن لسه ما خدش فرصته مع ليفربول، لكن اللي اتفرج عليه أو اللي يحب يخش يتفرج على ماتشات مينا مينو مع سالزبورج، لعيب على مستوى عالمي الحقيقة. طب لو اسمه واحد ياباني. بس تجيبه يبقى مين؟ أنا بحب بس ده متباع لأرسنال ب 80 مليون، بس الإيفواري بيبي الجناح اللي بيلعب مع الارسنال دلوقتي، انا بشوف اللعيب ده واحد من اكتر اللاعبين الواعدين في البريمير ليج يعني، وفي افريقيا بشكل عام. نمسكك التعاقدات في النادي الاهلي.